افتري ايه عافية 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 هيتش روح منا ورجع منا افتري هيتش اريد تدوخيني شوف لاحظ لا هلا 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 بالذبانة من بديت اريد اصور اجت الذبانة قامت تفتر اريدك مش ما تنكمش انا طلعها من الغرفة ما تطلع المهم فخاف تطلع لكم هواي بالفيديو شوف شوف شلون جاي تفتر عادي يعني لازم تمشوها لان مصير لها تارة اليوم فيديو جديد وفقرة جديدة اللي هي كتبون اسمي باماكن غريبة يعني فقرة تخص المتابعين وانتم تعرفون المتابعين والذبانة يا الله الذبانة افتري المتابعين دائما لما سووا شغلة تخصهم فقرة تخصهم يعني لازم يلطمون بالموضوع يعني لازم يدخلون شغلات غريبة ومدري شنو يعني لازم يتشفصون بها اليوم جايب لكم فقرة انه يكتبون اسمي باماكن غريبة وكتبوا اسمي بس اكو بعض يعني الشغلات اللي الاماكن اللي كتبوا بها اسمي شوية مشبوهة فلذلك ما راح تطلعها وترجاكم للنزول الشغلات قبل ان نبدا بهذا الفيديو وشوفون ضمن الاماكن العميقة اللي كتبوا بهن اسمي اذا انت جديد على القناة طب اشترك بالقناة وفعل الجرس وخلي لايك خلي لايك وتعال انا جيت وهسه انا وياكم خلينا نشوف الاماكن العجيبه والغريبه اللي كتبوا بها اسمي وان شاء الله ان شاء الله ما تصدمونا خلينا نشوف اول صور اللهم صل على محمد وال محمد لاحظ لاحظ عزيزي المشاهد معجزه اسمه محمد نجم عرق شوف 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 شلون يعني تعبان عليه تعبان بالخط انت بالقوه خاطه خط مسماري هنا عندنا هاي خاطه اسمه محمد نجم بصف الوريد مالته يعني زين زين حلو نعتبره شيء غريب هنا أنا محمد نجم على مراية الله سبحان الله واو شلون طلع اسمه على مراية خل شوف اللي وراه هلا 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 شوف طياح الحظ شوف التمضرط والتمسلت على القوري محمد نجم على القوري يعني فتشي واو صراحة والقور معفس يعني مو بس على القوري يعني مو بس قوري لا جايبين القور معفس وكاتبين عليه اسمي هنا أنا هاي كاتبة اسمي بحنته هنا أنا محمد خاطتها بالحمرة ما أدري شنو أوكي حلو اوه واو 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 صراحة هذا يعني هنا الابداع والامكانيات ايه هيك اماكن شوية مريحة واحد يرتاح هيك يسوي له واهس يا اخو مو كاتبين اسمه على القور لو على الرقية هنا انا اشوف هاي بالقرآن الكريم يعني صراحة الصورة تجنن والله واو صراحة واو يعني استوني قلت لكم استوى صار لواهس انه كتبت اسمي هيك بالقرآن الكريم وهاي يعني فتشي حلو فجأة من القرآن الكريم البطل الزيت يعني على بطل الزيت يعني بطل زيت ودينا قامز يعني ربا باقي براسه وانت كاتب لي اسمه على بطل الزيت يعني ليش شنو سببها؟ هنا هاي الظاهر بالمستشفى امورها داوية تعبانة مريضة ورغم ذلك يعني الصورة طالعة حلوة صراحة يعني هي حارقة الصورة والذبانة تفتر الذبانة كافي كافي رحمة لنا بعوفيني خل اكمل الفيديو الصورة عجبتني الصراحة يعني رغم الآلام والمعاناة اللي أدى وذكرتني عافية عافية متابعين عافية محمد نجم على السبلت الله سبحان الله يعني على السبلت انت كاتبة محمد نجم زين هاي لا شافتها أمك شلون بيت تلقى محمد نجم على السبلت زين انت شلون صعدت ووصلت وكتبت محمد نجم على السبلت أهنيكم على هاي الإمكانيات اللي عندكم هاي هنا ما مخليت لك قلم حمراء ما جايبته ومصوره الصوره اوكي تمام حلو كاتب الاسم على ايدها زين تمام اوكي هاي كاتبته على خدها ما ادري شنو من القلم اللي كاتبه بيه على خدها بس انا اريد اعرف انتم شلون راح تمسحوها ورا التصوير يعني ورا ما تاخذون الصوره اللي كاتبه على السبليت واللي كاتبه مثلا هنا بحنتها واللي بخدها شلون راح تخلصون منه محمد نجم بحبات الرمان واو سبحان الله معجزة ثانية يعني شوف لاحظ لي جايب حبات الرمان وراسم الاسم يعني شقد تعبانة وشقد معاني الله مكمل الاسم هذا وشقد إلها خلق على مالت البنك هاي التفتر يعني ليش المكانات مال الله شقدها على مالت البنك ليش تلاحظ الامكانيات يعني قطية مع المعجون مع الطماطة كانت باسمه على قطية المعجون يعني مكانات الله شقدها الا على قطية المعجون يعني جاي تدوخون انا قلت لكم اماكن غريبة بس هاي اماكن تقهر هنا لاحظ هذا الجمال هاي الامكانيات الحقيقية بقلاوة واسم محمد نجم هو هذا الشيء الصحيح المفروض تسووه مو على بطل الزيت مو على معجون الطماطة مو على القور المعفس هاي خالصة المكانات ادفة ما لقيت مكان غير اظافرها يعني على اظافرها كتبت محمد نجم حلو زين
هنا تمام، هاي هم على ايده، بس هاي خطتها خط تعبانه عليها، كتبتها على ايده واتمنى تاخذه. اول مره اشارك واحبك بس محمد نجم وخاطته و... شوف الميم، لاحظ الميم، متروسه حمراء متر شني متر قلم، هذا والله ما ادري. زين حلو، محمد نجم، محمد نجم زين، ليش بهذا الاصبع بالذات يعني؟ يعني تقدرين مثلا بهذا الاصبع الصغير، ليش بهذا يعني؟ ليش بهذا بالذات؟ ترى الوضعيه مربكه الصراحه، مو مريحه هنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر عليكم، على شي ستمن ما ادري شي سطحين عشان ولكم. هسه قلت لكم اماكن غريبه، اماكن غريبه، مو هيك مو هيك ستمن ما ادري شي سطحين كاتبين عليه محمد نجم، ترى والنبي ما يصير. هاي هم كاتبه اسمه على ايدها بس خاطته يعني خط عميق الصراحه، والظاهر يعني هو مبين يعني من الخط مالته انه خط مال قلم حمره، ومخلصه الحمره على ايدها زين. يا عمري يا عمري هاي ابنها مدربتها يعني، ما معروف هو ولد لو بنيه، كاتبه اسمه على ايده حلو الله يحفظها. هاي هنا لا، هنا هاي لعبه، لعبه ما ادري شنو اللعبه، يمكن المزرعه السعيده ما ادري شنو، على ما اعتقد انا ما لعبها، كاتبه اسمي باللعبه يعني، صحيح مكان غريب حلو. هاي بقالب الكيك لان انت كيك، هل 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 بمتابعين اللي يرفعون معنوياتي، هل بمتابعين اللي يسووا لي واهس هيك هيك يعني، مثلا بالبقلاوه انت بقالب الكيك يعني ذن شغلات يسوون واهس خموم شي سطحين ما ادري بشي ستمن وبالقوري. خلينا نشوف اللي وراه، محمد نجم هي شلونك؟ براس البصل يعني، محمد نجم براس البصل يعني، واو صراحة مكان يجنن، أهنيك على اختيارك لهذا المكان، براس البصل وجايبت له راس انتيك انت من ذن الدبل، وكاتب عليه محمد نجم. اوكي، خد شوف هذا محمد نجم، حلو، الصورة عجبتنا أنا طبعاً، وخليتنا على الطباخ وما أدري شنو هاي، شفتير ما أدري شنو، وحارقة الورقة، حلو، اوكي تمام. محمد نجم على الحمراء زين، قلم حمراء وكاتب محمد نجم جوا تمام اوكي. هاي همنا في ذيك الصوره، هم طفل عمره الله يحفظهم ان شاء الله فدوا، هاي كاتبته بالانجليزي محمد نجم زين تمام حلو. محمد نجم هاي ورقه هيك قصقوصه زين، يعني حلوه الصوره. محمد نجم على الدقاره، هاي سوالف الشباب، شبابنا العفطية ذولا يدخنون، ما عنده مكان ثاني يعني، شيء غريب لقى الدقارة كتب عليه محمد نجم، اوكي حلو. محمد نجم على الراوتر، الله الله الله، اعذرنا على الخط، ما ادري هو محمد هسه اوكي، بس نجم شوي بي خلل، ما ادري صاير بينا، احسه مكسورة رقبته. زين تمام. محمد نجم بالبيض. يعني ما ادري شلون يفكرون يطلعون ذن الصور يعني، قلت لكم اماكن غريبه بس هاي اماكنكم مخيفه يعني مرعبه الصراحه. بالبيضه شوف شلون خاطتها محمد نجم يعني مبين واضح بالبيضه، هاي تفقس محمد نجم صغيروني. اوكي محمد نجم وكامشه الورد بيدها، حلو تمام. محمد نجم على الفرته مال شو اسمه، الفرته مال مشط شنو، الفرته مال الشعر. اوكي هاشتاج محمد نجم، خليت لي شو اسمه الشباك هذا ومحمد نجم زين تمام. هاي عود كاتبه الدكتور محمد نجم، بس خطها مسماري يعني، مسماره بحيث ما ينفهم. اوكي تمام حلو. هاي هم محمد نجم على خده. انا متعجب عليكم انتم اللي جاي تكتبون على قده، والله لو شايف اتمنى اطلع لكم الصور والمكانات الغريبه اللي كاتبين باسم اللي ما اقدر اعرفه، اتمنى يعني مكانات مفضوحه الى اخر درجه. خلينا نشوف اللي وراه، محمد نجم على الملح، الله الله الله، يعني على المكان هذا الجميل يعني مملحه، هاي القطيه مال الملح وكاتبه محمد نجم جوا، ليش ما ادري يعني شنو سببها ما ادري. هاي هنا هم على القران الكريم، اريد الله يحفظكم طبعا، والله العظيم هواي هواي دزول نفس هاي الصور يعني، انه كاتبين اسمي بالقران الكريم،
ودزولي كل شوية يعني بعيدا عن الصور ذن اللي بالقرآن الكريم، هو دزولي صور بأماكن غريبة أكو بهن محظورات ما أقدر أنشرهن، والأعداد كل شوية يعني، فلذلك ما قدرت أنشر الكل. جاي أختار لكم يعني شغلات اللي غريبة فعلا، راس البصغة القوري يعني فعلا غريبات. خلينا نشوف اللي وراه. محمد نجم على السجادة، زين تمام، هسه الخيرات يعني حلوات بالقرآن الكريم بالسجادة. لهنا نوصل لنهاية الفيديو ويا الأماكن الغريبة اللي اختاروها المتابعين. بس الصراحة يعني أنتم هوايكوا شغلات حلوة وغريبة يعني ممكن تختاروها، يعني مو إلا تختارون راس بصل، جايبة لراس بصل هالكبرى لو قور معفس لو بطل الزيت لو تشيس الطحين، يعني شغلات الصراحة ما المفروض تسوون ولا تجيبون بطار ولا تكتبون اسمه عليهم. المهم إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا به. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وهاني أحبكم هواي. باي.